السلام عليكم الخوش، هانيك وشوفي خاطر ان شاء الله عندنا واحد الفيديو جديد على السيماتي ار في اكس 2023. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساوش واحد تشترك للقناة وتفعل الجرس. اهم حاجة اللي غنبداو بها اللي هي المحرك، لو ولات شوية دابا حاليا طبوعة فيه بيكان ديك النجمة تماك. وعندنا تانيا هنا من ناحية الديزاين، الديزاين زوين بحال تقريبا بحال السيماتي جي بي او ما بكلي هنا يعدي عدد فصابون ونشور رزر مصري مكشي شوية عالية نحيك مكين على مفوافة بيك لك حاجة فنوات رادرون بوجه الله منتي شور بحاد الله البيلي في الكاف نور ولر واحد كاش تقرب على الكاركات وبالنسبة للفيرو في اللور تقصاد بدر وقصي ما في الجيت السري جالس وين مريحة ودار بديك تطوع في اير في اكس من بعد المحافظة بلاش كامارات واحد بالنسبة للباسطة ديالها فدارو بحال بينيجين يا اما فيريك فدارو بحال فيركا وتلوين سي جي اس فلاح دارو واحد الكارت على راجل يحسب ماكين جيناك وناحية زر الشات مديالها راه لو بحال سيماتي زيت بالنسبة للماكينة ديالها راه لومبريو كابتن سيس ومامن فدارو عقل كارف وفرانات ديس قدام بالنسبة للديس ديال دارو فيها الطرز زوين وبالنسبة للفاس افورا دارو ليد تقريبا كل تقريبا كل فرانات اللور راه صح لهم دارو مفهومة ديس حساب الفريناج تربو سيدراتي وفريك فرانات سامية انا كنظن حتى من ناحية التنوز كلشي اللي هنا قلينا من بين الكيال تاع كان تقريبا شحال دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين وبقى خاصة في الجي عارفين واش جاحل كلشي تبدل عامة بالنسبة للبيتاسات ديالها راه عندها كارت بيتاس تقريبا بقات شي 50 و 30 برو معندهاش بروبليم تحت و كلشي فوق. بالنسبة للكيلو راه دارو بحال ريزوما و اللوبية ديالها ريزوما راه الكونتور كيما قلت لك ديالها راه تبدل نوليكم الله يسخر بهاد الوليدات زوينين ونحسو الاشتراك في القناة. كما نسوش بالنسبة للتمر دايرة بالفار ديالها 15500 درهم متوفرة بجميع الألوان. اللي بغا شي حاجة راه كاين النمرة ديال المكازا تماك والله يسخر.